كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أسدل الستار مساء أمسنا السبت على فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان أوروبا الشرقي للفيلم الوثائقي بطنجة بتتويج الفيلم السويدي دو وايت لمخرجه إيميل لاغبار. حفل ختام مهرجان أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي كما توقعنا الحمد لله كان بهيا وكان جميلا. الأفلام التي فازت كانت تقريبا يعني متوقعة، يعني كان هناك أفلام قوية شاركت، وربما الجائزة الأولى أو الثانية هي التي كان فيها يعني الشك من سيفوز، دويت أو فيلم نوير تو هايد لزرادشت، لكن في نهاية المطاف دويت هو الذي فاز. الحفل عرف حضور وزير الاتصال والثقافة محمد العرج إلى جانب ولي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي وعمدة مدينة طنجة محمد البشير العبدلاوي، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الفنية والمدنية والإعلامية. أفتخر بهذا التكريم وأعتبره تكريم للشركة الوطنية والمجهود اللي بدأته في الوثائق هذه سنين، وأعتبره هذا تكريم للناس كلهم اللي تخدموا في الخفاء وما معروفينش. جيد، أنا فرحان كتير كتير أنه هو جائزة الإخراج، كتير حبيته يعني بصراحة، لأنه دليل على أنه العمل جاب نتيجة جيدة، والفيلم يحتاج أنه يوصل لكل إنسان حتى نحس بالإنسان الآخر المعاناة اللي مر فيها. فهذه لي هي جائزة أقسمها مع بطل الفيلم، أقسمها مع العائلة اللي عملت الفيلم عليهم، اللي هم اللي لولاهم لا أنا ما كنت أقدر أوقف هنا أمامك أتكلم. الحمد لله، يعني النسخة الخامسة مرت بنجاح وبتميز واضح جدا، تنظيم عالي جدا ودقة، إدارة المهرجان قمة في التنظيم والتواضع والتواصل المباشر، حتى مدير المهرجان الأستاذ صهيب يعني على تواصل مباشر في محاولة معرفة أدق التفاصيل وحل أدق المشاكل. أتمنى في السنوات القادمة يكون هناك مزيد من المشاركات من الدول العربية، الدول الغائبة هذه السنة، يعني أتمنى السنة القادمة يكون لها مشاركات في المهرجان. أتمنى لهذا المهرجان أن يصل إلى العالمية بسرعة أكبر مما يتوقع أهله، لأنه حقا يستحق، وأتمنى كل الخير لأهل طنجة. بهذه الاحتفالية يطفئ مهرجان أوروبا الشرقي للفيلم الوثائقي بطنجة شمعته الخامسة في دورة أوصفت بالناجحة على كل الأصعدة، دورة سترفع الرهان أمام المنظمين في أفق النسخة القادمة. أسامة الزين لقناة كاب 24 تي في من طنجة. في النهاية لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك، وقوموا بتفعيل أيقونة الجرس أيضا كي يصلكم تنبيه بكل جديد على قناتنا. شكرا على متابعتكم.